فقد ابتلانا بأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وأشهد أن لا إله إلا الله حذر نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وحرفوا توراتهم وفسدوا وأفسدوا على مدار عصور حياتهم وبقيام دولة إسرائيل ضاعت الأمة الإسلامية بأسرها لأن إسرائيل سرطان استشرى في جسد الأمة الإسلامية لأن اليهود فيروس يشبه الإيدز يعاني منه كل العالم على هذه الأرض تجدون اليهود وراء كل فتنة على هذه الأرض معاناة الشعوب وراءها اليهود اسألوا بريطانيا ماذا فعلت باليهود في أوائل القرن السادس الميلادي ماذا فعلوا باليهود طردوهم وعذبوهم وأجلوهم ومنعوهم من دخولها أكثر من 300 عام متتالية من صنيع اليهود في بريطانيا اسألوا فرنسا ماذا فعلت باليهود يوم عذبوهم وطردوهم وحرقوا تلمودهم للفتن التي أرادوا أن يشعلوها في فرنسا في عهد لويس التاسع عشر اسألوا البرتغال ماذا فعلت باليهود اسألوا روسيا القيصرية التي استضافت اليهود فتآمروا على قتل قيصر فصنع فيهم المذابح المتتالية ولا تسألوا ألمانيا ماذا فعلت باليهود لأن اليهود هم الذين استفزوا النازية لمحاربة العالم كله يوم حرك اليهود عن طريق الحركة الصهيونية حركوا الدول لمحاربة ألمانيا اقتصاديا ومقاطعة البضائع الألمانية يوم حركوا روسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا فاشتد غضب الألمان على اليهود خاصة فكان ما كان في مثل هذه الأيام التي يحيون ذكراها اليهود اليوم وها هم يقومون بما هو أسوأ مما فعل بهم في الحرب النازية نعم ربما قتل منهم من قتل وربما حرق منهم من حرق ولكنهم يكبرون هذه الصورة ليكسبوا إعلام العالم ومشاعر العالم اليهود فعل بهم ما فعل في أسوأ جرائم عرفها التاريخ ولكن ليست أسوأ مما يفعله اليهود بأهل فلسطين إجراما ما فعل باليهود ولكن الذي يفعله اليهود اليوم على أرض فلسطين أليس إجراما؟ انظروا إلى التاريخ الحديث أين ذهبت بريطانيا العظمى؟ أين ذهبت روسيا القيصرية؟ أين ذهبت فرنسا التي كادت أن تحكم العالم؟ أين ذهبت ألمانيا النازية التي ذبحت الملايين وحكمت الأرض؟ أين ذهبت كل هذه القوى؟ الذي أذهبها سيذهب أمريكا بإذن الله تعالى الذي أذهب روسيا في يوم وليلة هو القادر على أن يذهب أمريكا ويسقطها بإذن الله ويسقطها بإذن الله تعالى لقد حكمنا الدنيا وسيأتي يوم والله نحكم فيه كل الدنيا سيأتي يوم نحكم فيه أمريكا سيأتي يوم نحكم فيه بريطانيا ونحكم فيه كل العالم إلا اليهود اليهود لن يعيشوا في ظل حكمنا هانئين مستقرين لأنه في طبيعتهم الغدر سيكون على مدار التاريخ سيأتي يوم يرتاح من اليهود كل شيء حتى الحجر والشجر الذي تأذى منهم اسمعوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو يحدثكم عن أسوأ نهاية لليهود الحجر والشجر يريد أن ينهي المسلم على كل يهود